ما هو دور العلم في حياتنا؟ في الحلقة السابقة عرضنا فكرة مهمة كادر البعض فيها بأن مهمة العلم في حياة الإنسان هي وصف طبيعة وتكوين العالم الحقيقي كما هو، الرؤية المعروفة بالواقعية العلمية Scientific Realism. الهدف الرئيسي للمبادئ الأساسية للكيمياء هو وصف الحالة الكائن عليها الذرات ونسبتها لبعضها البعض لتكوين المركبات المختلفة في العالم الطبيعي زي الحديد، الملح، الكربون إلى آخره، وكذلك باقي فروع العلم المختلفة. لكن من الشائع أيضا بين الكثير من المفكرين إن مهمة العلم ليست فقط إخبارنا بالكيفية الكائن عليها العالم، لكن لماذا العالم على تلك الحالة؟ لماذا تكون الكائنات؟ ولماذا تحدث الظواهر؟ أي إن هدف العلم ليس فقط الوصف لكن أيضا التفسير. وبالتالي أصبحنا أمام سؤال جديد: ما هي مواصفات النظرية العلمية كي تكون قادرة على تفسير الظواهر؟ وكيف يختلف العلم في فهم وتفسير ظاهرة ما عن مجرد وصفها؟ الكثيرين وعلى رأسهم فلسفة الواقعية empiricist عادة ما بيشككوا في رؤية العلم كمنظورة تفسيرية للواقع، ويروا العلم في جوهره كمنظومة من القواعد للتنبؤ بنتيجة التجارب لا أكثر ولا أقل. لكن بمجرد وضع تفسير الظواهر كهدف آخر للنظريات العلمية بيرتاب الشك الواقعيين، ده بالإضافة لأن معظم التفسيرات العلمية للظواهر الطبيعية بتنطوي على الإشارة لوجود كائنات نظرية مجهرية ودون المجهرية. ومن هنا بيجادل الواقعيين أن حقيقة الفرضيات العلمية شرط ضروري في أي تفسير علمي صحيح، أي أن التفسير بيتطلب أكثر من مجرد الملائمة العلمية Scientific Adequacy. وبالتالي من وجهة نظر التجريبية التفسير في العلم فكرة غير أساسية في أقل تقدير. وهناك علاقة معقدة ما بين إشكالية التفسير Problem of Explanation وإشكالية التأكيد Problem of Confirmation، وظل أمل فلاسفة العلم لفترة طويلة التعامل مع تلك الإشكاليتين بشكل مستقل، فهم الأدلة وتحديد الحد الكافي من الأدلة لإثبات صحة فرضية ما إشكالية، وتفسير الظواهر إشكالية أخرى مستقلة. نظريا من الممكن رسم تلك الحدود، لكن في الواقع هناك علاقة قوية بين هذه القضايا. حل إشكالية التفسير قد يؤثر على حل إشكالية الأدلة والإثبات. في نهاية الأمر العلماء بيفضلوا النظريات بناء على قدرتها التفسيرية للظواهر. ودلوقتي فكر في النظريات والتطبيقات العلمية اللي بتصبغ واقعك اليومي. يا ترى ايه هو دور العلم في حياتنا؟ وصف بنية العالم ام ايضا تفسير الواقع؟ لكن اي تفسير؟ الاسباب ام الغايات؟ وكيف نفسر طبيعة التفسير؟ هل هناك فرق بين التفسير والتنبؤ؟ وهل فعلا الاستدلال بأفضل تفسير طوق نجاة إشكالية التفسير؟ أم إنه مغالطة تبعدنا عن الحقيقة؟ فكر تاني.